برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. فقرة فنية مميزة، معانا ضيف مميز طبعا كريم سعيد من المحللين العظماء في وجهة نظري، من الناس اللي بتحلل بشكل أكتر من رائع. هنتعرف معاه على يعني تقييمه للموسيماني، خاصة الموسيماني في الفترة اللي فاتت، وكمان نتعرف على يعني ثقافة التقييم نفسه، ثقافة التقييم. بنرحب بك الأول يا كريم، منورنا في البيت الكبير. مساء الخير كابتن هاني، ومساء الخير لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، وهارد لك لينا طبعا الهزيمة قدام سيمبا، وبتحصل أكيد مفيش أكيد. أدنى أزمة، المهم إن احنا يعني نتعلم منها ونشوف صحيح. إيه الدروس اللي ممكن نستفيد منها عشان بالزبط. نعوض إن شاء الله الثلاث نقط اللي احنا فقدناهم، والحمد لله احنا فقدناهم خارج الأرض وفي الظروف اللي احنا طبعا اكيد مش معتاد ان احنا نلعب فيها، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه نعوض ونتاهل زي بالظبط ما حصل السنه اللي فاتت لما خسرنا في اول جوله قدام النجم الساحلي صحيح. والحمد لله بعد كده تدركنا يعني الامر ووصلنا لغايه الفاينل، لغايه لما خدنا البطوله. محطات كتير دايما بتمر نعم. بطريق البطوله كريم، ودايما طريق البطوله طويل نعم. مشوار صعب، البطوله نعم. الافريقيه مش بطوله سهله طبعا. فيها فرق كبيره جدا ومشوار البطوله طويل، ولكن طبعا. انك تتكعبل في الاول احسن ما تتكعبل في الاخر اكيد، وبتتعلم صحيح اكيد صحيح. اكيد.